شوارع الحصيمة مختلفة تماماً عن شوارع الحصيمة في الصيف. الدنيا هادية على حظك يا إبراهيم. بس إيه رأيك في الحصيمة؟ هادية جميلة بصراحة. لسه هنروح بقى نشوف الشاطئ كمان. بس الدنيا طبعاً كنت جاي زيارة عمل، وإبراهيم قلت أجيبه إيه ألاعيبه معايا كده يلعب معايا أتفرج على الحصيمة. وبعدين هروح طنجة، هبات بقى في طنجة مع بعض. احنا دلوقتي هنتغدى، كنا عايزين ناكل حوت ما لقيناش السردين بتاع الحسيم عشان قالك في الصيف بس. يلا بينا. شوفوا يا جماعة الساحة فاضية، احنا في شهر 11 دلوقتي. لا الحسيم يبقى في الصيف بس كده كده. ما كنتش جاي اتفسح، انا جاي زيارة عمل. يا مسهل، نخش بقى ناكل وبعد كده نكمل اشوف هنعمل ايه. دي اسمها ايه يا ابراهيم؟ اسمها ايه؟ باستيشيو. حاجة أول مرة أشوفها كده، عاملة زي اللازانيا بس فيها بطاطس من جوه. بطاطس اهي. الكاليمار، فواكه البحر. يا جماعة الساحة، ساحة محمد السادس. لا دي ساحة محمد السادس. أنا جيت هنا من الأكل جميل جدا. شبعت يا إبراهيم؟ تحب تطلع في القناة؟ أهلا وسهلا بجميع الإخوة والأصدقاء. أنتم اليوم في مدينة الحسيمة، مدينة سياحية تتواجد في شمال المغرب. هي جميلة حقا، يعني الذي يزورها دائما ينبهر بجمالها، بشواطئها الجميلة الخلابة. كما تلاحظون وتشاهدون هذا شاطئ كيمادو، أو يتواجد هنا ميركيو هوتيل، في يعني خمس نجوم أعتقد، هوتيل خمس نجوم، هوتيل جميل جدا للوافدين عليه. ونرحب بالجميع وشكرا للأخ الفاضل. زي ما بقول للناس اللي ما نزلش بحر الحسيمة، انت ما نزلتش بحر حتى الآن. زي ما انتم شايفين، جبال، خضرة، شاطئ، بحر ولا أروع. خلاص هتحتاجوا ايه تاني بقى من الحياة؟ والبحر ايه زي ما انتم شايفين، بيسين مفتوح، حمام سباحة مفتوح كده. مش انا مش شايفه بحر بصراحة. تشوف البحر عامل ازاي يا جماعة، ولا موج ولا تنزل تعوم براحتك. انا عمت فيه عن نفسي، حاجة جميلة جدا. هو والشواطئ بقى اللي هناك بقى، شاطئ الصفيحة وشاطئ أسلي، تنزل تشوف الجزر. يا هيما، ايه رأيك في شاطئ كيمادو؟ حلو جدا، جميل جدا. يلا عشان الشمس ضربتنا بقى نقعد نشرب شاي ونمشي على طنجة. يلا بينا.
احنا هنا واقفين مرتاحين شوية في منطقة اسمها الجبهة، شايف كلها مطاعم سمك، مناظر حلوة قوي على البحر واحنا نازلين من على الجبل، بس الموضوع متعب، ملفات 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 هنا على البحر، بس الجو جميل. نقعد بقى كده ناكل حاجة. مصريين الحسيمة يعمل لك بقى شبكة مشوية، ده اللي كنت بدور عليه فوق في المرسى. شوية واحدة صح؟ ها يا جماعة وصلنا طنجة. عاجبني بقى في طنجة ان الساعة دلوقتي كام؟ 10:30. الساعة 10:30 والدنيا صاحية، عكس الرباط. الرباط هادية بالليل قوي لدرجة ان ممكن نقول الملل، لان انا لاحظتها لما جيت اول مرة طنجة في 2016 ان هي بتسهر، لكن لما بدأت اليوتيوب ما صورناهاش بالليل، لان انا لما جيت هنا طنجة وصورها من سنة ونص كده ولا سنتين كان وقت الكورونا، كان عز الكورونا، كان الحجر الساعة 8 بقى وكده. تعالوا بقى نكتشفها بالليل، رايح اقعد على المطحة مع اصدقائنا المصريين. ابراهيم اهو اقرع